إذا كانت ليلة القدر محصورة في العشر الأواخر من رمضان، فإن الشرع لم يكتفي بهذا الحصر، بل بيّن للناس بعض الأمارات ليستعدوا لهذه الليلة ويتزودوا للآخرة فيها ويتسابقوا إلى الخيرات في هذه الليلة. ومن هذه الأمارات قوة الضياء والنور التي توجد في هذه الليلة. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حيث قال: إن أمارة ليلة القدر أنها بلجة، يعني مضيئة، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح. هذا في قلب السماء ليلة القدر. أما في قلب المؤمن فإنه يجد انشراحاً في الصدر وطمأنينة في القلب وإقبالاً على الطاعة في هذه الليلة، لا يجد هذا الإقبال وهذا النشاط في غيرها من الليالي. فاللهم بلغنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين.